لكن مشاهدينا اهلا وسهلا فيكم. نحن هلا رح نحضر الريد فيلفيت كريسماس يولوج. تنحضر هالوصفه نحن بنحتاج للتشيز فروستينج اللي هي بتتالف من 340 جرام من الجبنه الطريه، 230 جرام من الزبده، و200 جرام من السكر البودره. عندنا هالثلاث مكونات وطبعا بنحط معهم فانيلا. اول مرحله بنطري الزبده، بنطري الزبده، والزبده اكيد شايلها من الصبح على حراره الغرفه، لازم تضطر الزبده، وبنطريها بهالطريقه. وفينا نضيف لها السكر البودره كرمال تضطرها وتمزج مع بعضها ويبيض لونها، وبالتالي اخر شيء بنضيف الكريمه او الجبنه القابله للدهن. فينا نضيفهم كونها طريه، نضيف مع سكر بودره 200 جرام، وطبعا المقادير بعد شوي رح تطلع على الشاشه. منطري، وطبعا رح احط معها فانيلا، رح اجيب الفانيلا، فانيلا سكر فانيل. فينا نستعمل الفانيل السائل، حطينا معها فانيلا بدها 5 ملي او 5 جرامات، ومنكمل نطريها تاخذ بعضها مزبوط. فينا بالبداية نساعد المكنة أو نطريهم بالملعقة بهالطريقة، يمزجوا كلهم مع بعضهم. وعندي على النار مشاهدينا عندي حاطط بمري مي سخنة، عندي بول تنحضر البسكت للريد فيلفيت. البسكت وصفتها شوي طويلة، وطبعا سلسة إذا بتسجلوا بتتبعوا كل الخطوات. أنا هون رح خليهم يضطروا على مهلهم. كريمة الجبنة جاهزة عندي تطري آخر شيء، وعندي البامري جاهز، 4 صفار بيض، رح حط معهم 80 جرام من السكر. أنا عم بعمل هلا دبل كوانتيتي، يعني 160 سكر 8 صفار بيض. وبهالطريقة بهالشكل بامري، شايفين بخار المي كله بده يضرب بالبول، يعني ما فينا نعمل بان ماري والبخار عم بيطلع او البول بده يكون صغير. ضروري نسكر بهالطريقه ونخفقهم كرمال ياخذوا بعضهم مزبوط. والمقادير الثانيه المحضره على جنب اللي هي عندي كاكاو باودر 18 جرام، مجرد ما يصير عندي نسميها باتا بوم بهالطريقة. هيدي هلا رح تشوفوها، حاضرينها نحن قبل بمرة كمان هلا من هيدا. بهالطريقة نحن بنكون إذا بدكم عم نعقم البيض، كلنا بنعرف في سالمونيلا. وبهالطريقة هون ما بحاجة بس، ولكن بدنا نمزجهم. وفيكم تستعملوا الهاند ميكسر أو الخفاقة، خفاقة الإيد، كرمال تعجلوا بهالطريقة. طريقة سريعة، وبحب اقول لكم إذا كانت كثير عم تغلي المي ما تشيلوا إيدكم من المزيج أبداً، أحسن ما يصير عندكم أومليت، وبالتالي راح ترجعوا وتعيدوا الطريقة. البيض برجع بذكر لازم يكون بحرارة الغرفة. هون عندي عم بيتغير لون الصفار، عم بتصير عندي باتا بوم. حطيت 8 جرامات من الفانيلا، فيكم تستعملوا برجع بذكر الفانيل السائل، فيكم تستعملوه كمان ما في ابدا ولا مشكله. الموجود عندكم انا خففت النار على الاخر وتحريك مستمر، وهون الفاتا بوم جاهزه عندي. وعلى المكنه كمان عم نطري الزبده مع السكر تنعمل حشوه الكريسماس يولوج او كعكه عيد الميلاد. مثل ما شايفين هون انطبخوا، طفي النار، رح شيلها عن النار بهالطريقة. هون ما بقى إلها عازة أبدا، نحطها بالمجلى ومنكمل خفق. منضيف الكاكاو باودر 18 جرام، يلي بحب يسجل الوصفة
بنقلبهم على الخفيف مثل ما شايفين هون بهالطريقة هيدي، ياخذوا بعضهم مظبوط بهاي. شايفين مشاهدينا كيف اخذينهم ليك ليك ما اجملهم صاروا كثير حلوين. هلا عندي كمان رح احط هاي بالمجلة، عندي من الخل 15 ملي، وقبل رح ضيف الحليب 100 ملي، رح ضيفهم تدريجيا وقلبهم بهالطريقة ياخذوا بعضهم مثل ما شايفين. ضروري ما نحطهم كلهم سوا، فينا إذا حدا عم بيساعدنا، إذا حدا عم بيساعدنا فينا نحن عم نحرك يضيفوا لنا اياهم تدريجيا. طبعا الكاميرا مان ما في يساعدني هلا لأنه بتصير ترقص الصورة، وغيدا اخذ بريك هلا، ومثل ما شايفين بس يلا ماشي الحال تخلص هالوصفة. حطينا كمية الحليب كلها سوا مثل ما شايفين، والكاكاو باودر منخول، عندي 50 ملي من الزيت النباتي. قلت لكم وصفة كتير سهلة، منحركن وفينا كمان مثل ما قلنا نضيفهم تدريجيا. بيبقى عندي الخل، خل ابيض، خل ابيض مع ملون طعام الاحمر. وبرجع بقول اذا ما لقينا اللون الاحمر فينا نستعمل مية الكركديه مثل ما مشاهدة هلا بعثت لنا انه اذا فيها تستعمل مية الكركديه، قلنا لها اوكي فينا نستعملها منكثفها، فينا نستعمل مية الشمندر، وعندي انا باقي من اللون الاحمر اللي هو بدي 5 ملي. وطبعا ما راح استغني ابدا عن مية الشمندر، كرمال اللون يطلع مخملي راح نضيفه فوق كمان. وإذا ما لقينا أخذت اللون اللي بدنا إياه، شايفين؟ شايفين اللون كيف طلع عندي؟ شايفين اللون كيف طلع عندي؟ راح أضيف له شوي، لأنه أنا عندي كمان بالوصفة عندي 20 ملي مي سخنه. هال 20 ملي مي سخنه الموجوده هون استعملت بدله مي شمندر، استعملت بدله مي شمندر، يعني نحن منا بقى بحاجه لها. اوكي نحن هون عم نعبئ اللوم. وطبعا من الطحين 130 جرام من الطحين راح نضيفه فوقهم كمان، منقلبهم بهالطريقة بهالطريقة مثل ما شايفين. كمان إذا عم نستعمل ملون طعام أحمر ما عم يغمق لي اللون، فيكم تزيدوا الكمية. أنا هون شايفين اللون عندي بهالوقت، هودي خلصنا منهم، راح نروح نشوف شو صار عنا على المكنة عم نعمل الفروستينج، تشيز فروستينج. يا عين ما أجملها، اضطريت لك صار لونه الزبدي. راح أضيف الكريم القابل للدهن موجود بالسوبر ماركت، بنستعمله لتشيز كيك، وطبعا موجود بعدة ماركات. راح تنضيهم كلهم مع بعضهم كرمال، بس نرجع بعد شوي من البريك. بتعقد بتعقد بتعقد، تاخذ جنابها. خلصت عندي. نحن فصلنا صفار عن الزلال، استعملنا صفار بالمزيج هون مع 40 جرام من السكر، و
اخذنا بياض البيض حطيناه هون مع 60 جرام من السكر، وبرجع بذكر الوصفه رح تطلع على الشاشه بعد شوي. انا بهالطريقه على طول عندنا شو ورشه ملح، ورشه ملح حطيناها فوق الزلال، والسكر مثل ما على طول بقول لكم منضيفه تدريجيا، بس نكون عم نحضر الميرينج السكر لازم ينضاف تدريجيا. مثل ما شايفين هون بلش يعمل هالفوم، رش له تلت كمية السكر مثل ما شايفين، وبنطر شوي كرمال تصير عني سوفت بيكس او يتكثف اكثر. مجرد ما يتكثف اكثر شو بعمل؟ بضيف الكمية الثانية. شوفوا هلا رح تبين عنا، والله لك يخزي العين، كل مالهم عم بيطلعوا بهالطريقة. كلكم عندكم اكيد مثل هاي بالبيت، مزبوط؟ انا جايبها معي من البيت هيدي، قليل اللي عنده مثل هاي الخفاقة. بلش يتكثف عندي، بلش يتكثف. برجع بذكر الزلال او البيض بس بدنا نستعمله قبل بساعتين ثلاثه بده تكون حراره الغرفه، بس اكيد ما نكون قاعدين بفرية او بجبال فوق وتكون الحراره ماينس مثل ما مرقوا الاسبوعين الماضيين، لا اكيد رح يكونوا مفرزين يعني ما رح تزبط معنا. فبهالطريقه نحطهم محل دافي اكيد قبل الاستعمال، وضروري الكميه اللي بنحطها برات البراد نستعملها، ما نضلنا نشيل من البراد ونرجع على البراد. وهون حطيت كمية السكر كلها سوا، كمية السكر صار عندي ميرينج، هي بنسميها ميرينج على البارد، فيها تكون ميرينج فرنسي. فنعمل الميرينج الفرنسي بقسم كمية السكر لاثنين، يعني بحط سكر هيدا بنسميه سكر خشن، والنص الثاني بنحطه سكر بودرة. بس تخلص بنقلبها فيه وبنسكبهم، فينا نعمل فيهم مشرومز بنحطهم على حرارة 90 بالفرن لمدة 60 دقيقة تنعمل مشرومز للكريسماس يولوك. هون الميرينج عندي بلش يتكثف، وبعد بياخد شوي كرمال هيدي البابلز بتشوفوها ما لازم تبين، يعني هاي العجناب شايفينها لازم تتكثف أكثر شوي كرمال يتفكك السكر فيها أكثر. مجرد ما يتفكك السكر مع بصير عندي نتيجة جيدة اللي أنا بدي إياها. ليكوا شايفين مشاهدينا كيف عم تتكثف، وهلأ طفينا المكنة رح أقلبهم مع بعضهم وحطهم بالصينية من بعد ما نرجع من البريك، بريك صغير انطرونا رح نكمل. تكينا مشاهدينا، هاي غيدا، ايه بونجور، بونجور، كيفي؟ منيحة؟ أكيد رح نقص شجرة، إيه. إن شاء الله يكون كتير معنا وقت ورح نفرجي إيه. المشاهدين كيف عملنا هاي الشجرة. نحن جايبين كل المكونات، يلا. بس غيدا نحن كنا عم نحضر الريد فيلفت، الريد فيلفت، إيه. أنا صار عندي الميرينج هون جاهز، أوكي، قلنا للمشاهدين شرحنا لهم بالتفاصيل. حطيت أول شيء تلت الكمية، قلبتها مع المزيج هون مثل ما شايفة، طلع كيف منقلب تقليب كرمال ما نهبط ريد فيلفت زلل صحيح. أو الميرينج، أوكي، بهالطريقة مثل ما شايفة عم نعمل ليكي كيف، أوكي، وصفة سهلة وحلوة ليكي ما أجملها. نحن عم نخليها تاخد بعضها كرمال أي. هلا بدك تحطهم كلهم للكميات المرين؟ بدنا نحطهم كلهم للكميات، يلا اوكي. بهالطريقه انا دوبلت الكميه، هاي الكميه هلا المقادير اكيد رح تطلع على الشاشه، بس بذكر المشاهدين انه انا عم بعمل دبل، يعني الكميه مدوبله ايه. لانه هون اسم الله في طلب وفي اقبال، طبعا طبعا باستوديو برات استوديو، وبخبرك بدايه الاقبال القوي، بس عن جد الشباب بيستاهلوا، الشباب الصبايا كلهم يعني ما نجاح منقطع النظير صحيح. شفتوا شو صار عندنا هون؟ عم نحكي ريدا. كمان كنا قبل على اللون الاحمر، قديش في عندهم كمان خيارات شمندر صحيح. وكمان كركديه حسب، بس حدا بيصدق انه اللون الاحمر ما لقيته بالسوق؟ ما حدا بيصدق، ما لقيت عن جد مقطوع هلا، مرقت يعني سوبر ماركت كبيره مقطوع، ما بعرف ليه، بس قدرنا
انه اذا منه موجود يعني ما بنحضر الوصفه هيدا. حضرنا الوصفه. لا احد يقف في وجه الشيف فيصل. نعم انت او احد. وخاصه من يوم الاحد من تمتم. بتعرف انه الوصفه عم بيشوفوها المشاهدين هلا على الشاشه. اوكي نحن بهالطريقه محضرين صينيه يا غيدا. يلا مثل ما شايفتيها هون راح نحط اكيد عندي السباتول اذا بتسمحي لي بالمريز. إيه؟ اوكي بنحط على الميزان هيدي 60 ب 40 بتاخذ 550 جرام. اوكي. صينية. هي رح تاخذ 400 جرام، رح قدرهم بهالطريقة ونمدها على سماكة 2 ميلي بهالطريقة. العادي امتحان يعني اليوم. طلع كيف؟ طلع كيف؟ 60 ب 40 تاخذ 550 ومنمدها على 100% شطورة. ايه شفت لقطت. ايه طلعوا كيف؟ انا عم مدها فيكم تمدوا على باشمنت بيبرز او ورق زبده. شايفين كيف؟ انا قدرتها تقريبا بتاخذ ما بدنا نحط الميزان هلا بس انه مثل ما شايفين هي مبعدها وجه او الكاميرا عم تاخذها. ايه هي تنشيل هيدا. فينا هيك؟ فينا. اوكي بناخذ الزاويه من هون بنكون محامين الفرن قد ايه على الحراره قد ايه؟ قد ايه؟ على طول بس نخبز شي رقيق حراره 200 حراره عاليه. اوكي ووقت اقل. صحيح. اوكي ليه؟ كرمال ما تحترق بس بسكت و بالتالي ممكن تحترق بس نحن بدنا اياها تطلع طريه. بنروح سوا على الفرن. الفرن خلص هدول ما حنحطهم هلا. هدول بعدين بنحطهم نحن نفرج المشاهدين. يلا هلا كيف؟ الى الفرن. الى الفرن ومنعير تقريبا هوب عندي خمس دقائق. ممكن تاخذ سبع دقائق يا غيدا ولكن نحن شو بنعمل؟ بنضل نطمن عليها. بنحط دقيقتين على الحراره من فوق. اوكي كرمال تنشف. هون نحن جاهزين. عطي. بتعرفي مثل العاده شو في ابراكادابرا. في عندنا شيء جاهز. جاهز بيظهر دغري. يلا شيء جاهز مع الكفوف اللي ما بتحبهم غيدا. لا مش قصد ما بحبهم، هلا هو مزبوط اللون الازرق. اللون انا بغرامي اللون الازرق كثير حلو. وبعدين مزبوط بعرف دائما من زمان انه بالبلاستر او الباند ايدز دائما لازم يكونوا ازرق لحتى لانه ما في شيء بالاكل لونه ازرق. صح. يعني ما بضيعوا بالاكل بس انا بالعاده بلاقي الابيض احلى بالطبخ. ابيض احلى بس ما ببين. ايه؟ يعني هي بنسميه هازارد نحن. ايه؟ بالفود صحيح بيكون في اشياء خطيره اكثر. هيدا ببين اذا عم نعمل ميكس او شيء او حدا عم يفرم بتنزل بالاكل. هيدا ببين بس اللون الابيض احيانا ما ببين. نحن عندنا هيك واحد بينتبه للشغل اكثر 100%. رح روح وجيب هلا الرول. روح انت جيب انا فيني اكل الشوكولا اللي هون. هدول بتعبين لي الاعصاب. رح اعطيكي غيرهم في هون هيك على الزاويه. اوكي منقيهم. اوكي انا عندي الرول. جاهز مثل ما شايفين والفروستينج كمان جاهزة. فينا ناخذ الفروستينج من المكنة. اوكي بهالطريقة تشيز فروستينج. فيكم تشربوا. فينا نعمل سيرو. اوكي والكمية هلا كمان هون بشوفوها اوريدي المشاهدين رح بيرجعوا بشوفوها للكريم تشيز بشوفوها بهالطريقة. نحط كمية كلها سوا. هون عطين. بدي اعزبك ميرسي. انا ما بدي اعزبك يا غيدا. ولو ولو اهلا وسهلا. اوكي انا عندي كمان سباتول. وين حطيناها؟ وين سباتول غير هاي؟ هيدي الكوينه بنغسلها. ايه لحتى وين دغري. المشكلة؟ ما في مشكلة. اوكي ولو قص مش قص شايف فيصل. ومن طبعا بننشفها كرمال نمد ما بدنا نمد الكريم تشيز لحتى ما يبين اللون الاحمر عليها. بهالطريقه انا جيت طلعوا كيف انا حاطط معها وصفه يعني تعطيها شويه اذا بدكم تحطوا اي فليفر معها. حاطط شويه برش شوكولا ملونه. شويه برش شوكولا بقلبها مثل ما شايفين. نحن بنمد على كل الرول اللي عاملينه. نحن السنة الماضية عملنا غيدا الكلاسيكال. ايه. بس هاي الوصفة تعلمتها بفرنسا مع ماستر بيستري شيف. كان عندنا دورة ماستر بيستري كلاس.
وطبعا هي حديثه. هلا بنبرمها بتصير مثل البوش يعني بس على ريد فيلفت. صح، ليكو الرول كيف عم نلفها، شايفين كيف؟ اوكي هالطريقه. هوب تعبت اعصابنا هلا. هوب صار عندي الرول. هلا فينا على ورقه ثانيه، فينا على ورقه ثانيه نلفها بنفس الورقه، بنشيل الصينيه بنقول لها تفضلي على المجلى يا شطوره. اوكي في سمسره من جوا من الاستوديو، بنهدي من هون، بنعمل بهالطريقه، بنحط كعب الورقه هون هيك، بنجيب الورقه، فينا نغير الورقه بس بتعرفوا نحن شوية مشان نوقف، نجيب فينا صينية بهالطريقة مثل ما شايفين، نكبس الرول بس ما ضروري كثير نكبسه لحتى نسكر الطراف. صح، وفينا نحضر السيروب غيدا اللي بدنا نشرب فيه، نحط معه مظاهر أو أي فليفر بنحبها نحن، أو راسبري أو أي شيء مع هيدا الرول، بنحط للليتر المي بنحط له 600 سكر. اوكي لتر ليت بده 600 سكر، مجرد ما يغلي فينا نحط الكحول كمان ما في مشكله، مجرد ما يغلي شو بنعمل نحن؟ شو بنعمل؟ بنطفي النار نتركه يبرد وبنحط الكحول او اي فليفر بدنا اياها وبنشرب الرول. راح روح على البراد. قد ايه بده وقت بالبراد؟ بده يعني افضل اذا في فريزر. أوكي. بياخد شي 3 ساعات 4 ساعات بالبراد. مش حتاكلوها هلا يعني بده 3 ساعات بالبراد. اوكي ما لا في ابراكادابرا. علي دغري حافظ الموضوع. ها شفتوا الابراكادابرا؟ شوف فيصل دايما جاهز. اولويز ريدي. هم بدنا اياهم يا غيدا. مش معقول وقت كيف بيركض بسرعه مع شيف فيصل، كانه حطيناهم ثلاث ساعات، ما حسينا بالوقت. شفتوا على السريع؟ ايه ما حسينا بالوقت. بس انا بعني وعد المشاهدين عن جد بوصفي ابراكادابرا. ما بعرف اي متى راح تكون. تتخيلي تعملي شي كب كيك بخلال 5 دقائق؟ معك دائما قلنا ما في شي مستحيل. طيب بكره راح يشوفوها. يلا نحن هون جاهزين وراح نعمله. عندي ريد فيلفت الكريم اللي حضرناها، راح اعمل روزز بهالطريقه. ريد فيلفت كريم قلنا يا غيدا هي عباره عن 100 زلال بيض، 200 سكر، 75 ملي من المي، بنغليهم على النار، الزلال طبعا بيكون بالمكنه، وبنحط معه رشه ملح وبنعمله ميرينج، بيكون القطر اكيد على النار، بنضيفه فوق زلال البيض، والزبده بتكون بحراره الغرفه مطرايه، بنضيفها لها. عندي 12 جرام من الكاكاو، وطبعا ملون طعام عندي كان 15 جرام. اوكي نحن هلا طلعوا كيف بنشوف التحضيرات النهائيه لا مانديلا. اوكي ناتالي حتغيب عن الوعي اذا ما شلنا لها قطعه دغري اول ما يخلص. اوه طبعا تكرم عينك يا ناتالي. ايه والكيك كمان والكيك اطلبوا واتمنوا. في ابراكادابرا عندنا مزبوط. ايه شفتوا مزبوط. شايفين عم نعمل روزز بهالطريقه هيدي، وكنت حضرت فرجيتهم للمشاهدين كيف عملنا ديكور شوكولا. في الشوكولا كمان. اوكي هون جاهزه تقريبا الوصفه، عم نعمل الكعب فرجيهم كيف، وصارت مثل البوش بس على ريد فيلفت. اوكي بهالطريقة جاهزين يا غيدا. هلا نحن شو رح نعمل؟ ونحن جاهزين للأكل 100%. أنت بس رح نعمل دغري. غيدا رح نعمل هالطريقة، فرجي المشاهدين، رح نحطها هيك بهالطريقة على جنابه. أوه أوكي هيدا حكي وهيدا كلام. أنت ما تعت الهم، أعطيني هدول، أنا غرامي هدول اللي بيفلتوا، غرامي هدول. ساعديني يا الله بهالطريقة، عم ساعدك بالأكل، عم خفف عنك. شايفين كيف عم ناخذ جنابه؟ كثير حلو نو حدا بنادي على زيته اكل؟ ما حدا، نحن موافقين دغري معك هالطريقة هيدي، وعندنا كثير منهم. رح نعمل تو سايدز، نحن عم نعلمهم طريقة جديدة لأنه
على طول بنشوف بالسوق يولوك تقليدي. دق الجرس بدك حتى فرجيهم بالخمس دقائق يا غيدا للمشاهدين كيف ظهر الهيدا. فرجيهم كيف بالخمس دقائق على حراره عاليه خلص الرول. رح تاخذوا الكاميرا ونحطه بالاذن. اوكي خمس دقائق بالفرن كل شيء عم بيصير خلص هيدا الرول وكل شيء عم بينعمل لايف بالاستوديو. نحن هون تقريبا خلصنا. يلا ما بدك تنقي شيء من هالديكوريشن المحطوطين بلا اكيد بس بدك تقص شجره ثانيه للمشاهدين. شجره ثانيه كثير مهضومه الشجره. يلا هلا ها خلصت على السريع. بعد عندنا حبتين والوقت عم يركض. يلا الوقت عم يركض والشيف فيصل عم يركض ونحن عم نركض. نحن بنحب نعمل هيك شيء. بتحبي هالطريقه هون هيك. اوكي اوكي بدنا نحط الشجرة. بتحطي مع الشجرة ايه والشامبينيون وبنحط السنو مان كمان اللبس شابو معه. الشجرة هيك اللي عملناها. اوكي وقص الشجرة الثانية. نقص الشجرة بهالطريقة كثير مهضومة هي المقص. يلا هوبا مثل ما شايفين حطيناها بتوث بيكس طق 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 بهالطريقة نظبط له شوابه قصدي دقنا بهالطريقة هيدي مثل ما شايفين مشاهدينا كثير حلوة. فيكم تحضرون قبل بوقت. وهي الريسبي كمان سهلة اللي هي زي البيض سكر بودره جام باودر اللي هو بيستخرجوه من الشجر وطبعا شورتنينج ما لي عم نقشطهم اياهم كلهم لنزينهم. موجوده هون جاهزه يا غيدا. يلا شكل الشامبينيون شامبينيون يلا وهي وحده يلا تاني. بس ما احنا قلنا ما بدنا كثير بس نحط سنومان. ايه اكيد معقول سنومان ما يقعد هون كمان عليها اكيد يور تاتش. ايه هيدي الوصفه لليوم جاهزه. أنا بتمنى على المشاهدين يجربوها كتير طيبة وطبعا رح تنزل على البيج شيف فيصل.